اليوم القانون وضع القانون السوري وضع تشريعات كثير مهمه لحمايه المواطن السوري، واليوم رح نضوي على موضوع التزوير اللي هو تحريف مفتعل كان للبيانات او الوقائع. هذا التحريف اللي ممكن ينتج عنه خسارات معنويه، خسارات اجتماعيه وخسارات ماديه. اليوم كيف نظر القانون لجرم التزوير وشو هي اهم العقوبات يلي اصدر؟ معلومات مهمه حيجاوبنا عنها ضيفنا لليوم وهو المحامي الاستاذ محمد مهدي. يسعد صباحك استاذ واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك استاذ، اهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نعرف التزوير بالقانون السوري. هلا عرف التزوير بدايه بالقانون السوري بالماده 443 تحديدا من قانون العقوبات، نص على تعريف التزوير بانه هو تحريف مفتعل للحقيقه باي وثيقه المراد فيها اثبات واقع بصدق معين، سواء ناتج عن موظف مختص او عن شخص عادي او عن اي شخص بيقوم بالتدخل بهي الوثيقه فيما بعد. نصت الماده 444 من القانون نفسه بانه استعمال المزور هو نفس عقوبه التزوير بحال قام شخص باستعمال الشيء المزور. في عنا ونحن وجهين للتزوير، هو الوجه المادي والوجه المعنوي. التزوير المادي هو التحريف بالحقيقة اللي بيكون سواء أثناء إبراز هذا الساق أو بعد إبرازه أو باستعماله. أما التزوير المعنوي هو حصرا اللي بيتم بأثناء إبراز الساق. يعني إذا بدنا نضرب إحنا مثال كتير بسيط، يا ريت أستاذ لو هيك نعطي شوية أمثلة يعني عن عمليات التزوير. يعني كمثال كتير بسيط بدي أذكر لك يا أنه هو هلأ نحن مثلا بحال قام شخص بإثبات واقعة أو توكيل مثلا شخص لبيع عقاره، خلينا نفرض إحنا أنه شخص بده يقوم بتنظيم وكالة لشخص عند كاتب عدل بأنه يأجر العقار. اجى هذا الشخص بده يأجر هذا العقار، فقام الموظف بانه عمل له الوكاله ببيع العقار بدل تأجيره. هي من حالات التزوير الماديه وليس المعنويه، لانه هي الحاله ما بتتم الا هي بس باثناء ابرام هذا الساق. نعم. ما بتتم بعده. الحالات اللي بتتم بعده ممكن هي تحريف مثلا بشيء محدد فيه، بتحريف مثلا بدفتر خدمة علم، بتحريف ممكن بهوية، تحريف دفتر خدمة علم ممكن بتغيير اسم أب، بتغيير تاريخ ميلاد، بتغيير أي شيء ممكن ينجم عنه استعمال بأنه يفيده. التزوير المادي ما لا يمكن إثباته إلا بصعوبة بالغة، كونه أنه هي الحالة هي ما بيتم التزوير فيها التزوير المادي إلا بنفس اللحظة نفسها. يعني انا عم نقلك شيء وما دققت وراكي شو كتبتي، بس انت كتبتي الشيء العكس اللي انا قصده. مثل ما ذكرت لك انه انا عم اقول لك انه انا بدي اعمل لك وكاله لتاجير هذا العقار. نعم. انت عملتي وكاله مني لبيع هذا العقار. هون احنا ما في عندنا اثبات الا بنفس الواقع، وبيقع اثبات كبير صعوبه فيه. اما بحاله التزوير المادي هي ممكن نحن يكون في عندنا اصل للسند، ممكن نحن نرجع للتحريف، لانه التحريف لانه التزوير المادي هو بيكون من الشيء اللي بيوقع العين عليه اللي ممكن ادراكه بالحواس التزوير، بعكس التزوير المادي. التزوير المعنوي ممكن نحن يكون في عندنا شيء محرف، شيء واضح، شيء منضاف، يعني ممكن هو يكون بالحذف او بالاضافه. اليوم ببين هذا التحريف اذا كان خلينا نقول بالموضوع المادي، اليوم اذا ضفنا او شطبنا ضمن الصك ضمن السك، هلا هي الاشكال عبء الاثبات في لهذا الموضوع او ثبوته، هي يعني يرجح اكثر شيء انه وجود اشخاص بيشهدوا معك انت بهذا الشيء، انه انا كنت عم بملئ انا على الكاتب او الموظف شيء معين. ممكن هي من الحالات مثلا اللي لا يمكن يعني لا يمكن طعن فيها الا بتزوير. في عندنا نحن مثلا كتاب المحاكم نتيجه عملهم، نحن عندنا محاضر جلسات المحكمة هي من الأوراق الرسمية اللي بيعتد فيها وبيصدر عنا أحكام بالنهاية. فإذا كان التغيير بضمن هاي المحاضر الجلسات ناجم عنه تزوير، فنحن ما في عنا إثبات بتزوير هذا الشيء إلا بحال التزوير.
حال التزوير هون انا وقت اللي عم نقل موظف معين شيء محدد وهو ما عم يكتب انا مثل ما عم بقول له، فهون عبء الاثبات جدا حيكون صعب، الا بحال مثلا كان في شيء موجود ثابت معي او في حدا انا سمع معي هذا الكلام. في شويه وعي انتبه انا شو عم يكتب، ننتهي من كل هاي القصه. كنا ما رحنا لوضع التزوير لو شويه وعي بالكتابه. اكيد اكيد. طيب استاذ خلينا نحكي ونوضح العقوبات اللي ممكن تفرض على الشخص بسبب التزوير. هلا عقوبه التزوير بيميز القانون بالعقوبه من حيث انه هي في عندنا نحن التزوير شقين، شق جنائي الوصف وشق جنحوي. الشق الجنائي الوصف هو يلي بيكون التزوير فيه باوراق رسميه، محررات رسمية، محررات إدارية أو محررات سجلات. المحررات الرسمية هي المحررات اللي بتصدر عن السلطات بالدولة، مثل المراسيم، مثل القوانين الصادرة عن مجلس الشعب، وهي من الحالات النادرة الحدوث. يعني ما في، يعني ما سبق ونذكر بأنه تم مثلا تزوير بمرسوم طلع أو قانون صدر عن مجلس الشعب. بالمحررات الإدارية يلي هي مثل مثلا الهويات الشخصية، انتحال الصفة، هي كمان شق من شق بينتج عن التزوير، مثل التحريف بدفتر خدمة العلم، ونص كمان صراحة قانون خدمة العلم بالمادة 85 بأنه اعتبروا دفتر خدمة العلم هو من الأوراق الرسمية بحال تم التزوير فيه. فالمحررات الرسمية، المحررات الإدارية، سجلات الدولة، أو الأشياء اللي ممكن أنه يعطيها الموظف هي الصفة الرسمية، سواء تمت تنظيمها عند الموظف المختص أو هي وثيقة عادية نحن من تم تنظيمها من بشكل مسبق، بس إصفاء صغة على هاي الوثيقة من قبل الموظف المختص بتعطيها صفة الرسمية. فأي شيء بيدخل ضمن هالنطاق هاد هو بيعتبر من الأوراق الرسمية يلي عقوبة التزوير فيها بتكون عقوبة جنائية الوصف. وقت اللي بنقوله نحن عقوبة جنائية الوصف بالتزوير، فمعنات مدة العقوبة الحكم تبعه هي الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 سنوات لحتى 15 سنة. بالحالة الثانية اللي هي التزوير الجنحوي الوصف، التزوير الجنحوي الوصف هي المستندات العادية، الأوراق العادية، ممكن إملاء شيء أنا بعكس ما عم أقول لك إياه على عقد عادي، لا يكتسب هذه الورقة الصفة الرسمية. طيب خلينا نحكي اليوم القانون السوري إيمت اليوم بيكون في عقوبة على شخص ارتكب جريمة التزوير وتم إسقاط هي العقوبة؟ هلأ عقوبة حالات الإسقاط، حالات الإسقاط. هلأ نحن في عنا عدول عن أي جرم. حالة العدول هلأ بيستفاد من العذر المخفف بالعقوبة أو العذر المحل للعقوبة، هي نحن كمان هون في عنا عدة حالات. هلأ وقت اللي أنا بدي استفاد من عذر محل للعقوبة، ما أتحاكم أبدا أو أنسأل عن جرم التزوير، وقت اللي أنا بدي يكون شرعت بالتزوير وعدلت عنه وأخبرت عن هالتزوير هاد قبل إتمام أو استعماله بشكل نهائي، تراجع عن تماما، بس قبل أي فعل تم من خلال التزوير. وقت اللي بدي استفاد أنا من تخفيض عقوبة للنصف ممكن أو الربع من مدة العقوبة الإجمالية، وقت اللي أنا بدأت بهذا فعل التزوير وكان معي مثلا مجموعة وأنا قمت بالإعلام عن هذا الأمر نتيجة عدول أنا داخلي من يعني من داخل الشخص عن هي العقوبة قبل إتمامها بهي الحالة، هون تخفيف وقت اللي بيكون نحن في عنا بدأ شيء من الشروع بالتزوير. التزوير نحن في عنا أهم شيء نحن بدنا نذكره بأنه هو لازم يكون في محرر، يعني لازم يتم التزوير بمحرر بشيء مكتوب أنا عم نظمه. التزوير ما بيصح بأنه يثبت على تغيير القول أو تغيير فعل أو تغيير يعني إرادة. وقت اللي أنا بدي أجي أقول أنا أنه في تزوير، فأنا حصراً بده يكون في عندي شيء محرر، يعني صاك. وقت اللي أنا عم بحكي كلام وبعدل عنه ما في حدا يرجع علي بأنه تزوير، هذا الشيء بيروح لعقوبة تانية، كمثلاً أنا غيرت أقوالي قدام محكمة. نحن هون صرنا قدام تغيير أقوال قدام محكمة كشهادة زور، كشيء تاني تماماً مختلف عن الجريمة. التزوير حصراً بده يكون في محرر، بده يكون نجم عن هذا التغيير ضرر سواء اجتماعي أو معنوي أو مادي، بده يتم هذا التزوير
ظاهر بالحالتين اللي نص عليهم القانون، يعني مما ينص عليه القانون هي سواء الحالة المادية أو المعنوية اللي ذكرناها بالبداية. صحيح، وفي حالة تراء التقادم 10 سنوات اليوم كمان ما في بيصير إسقاط للدعوة. حالة التقادم بالعشر سنوات هي الحساب هون المدة، نحن اللي عنا أهم شيء اللي لازم ينتبه للجميع إنه التقادم بجرم التزوير هو الجرائم التزوير هي من الجرائم الآنية. يعني الجرائم الآنية المقصودة نص عليها القانون بأنه هي أول شيء اعتبر التزوير من الجرائم الشائنة المخلة بالثقة العامة، واعتبرها القانون هي من الجرائم الآنية. أما حالة استعمال المزور هي من الجرائم المستمرة، فبتبدأ عقوبة مو بتبدأ عقوبة عفواً بتبدأ أنت عندك احتساب مدة التقادم. العشر سنوات هي من تاريخ آخر فعل تم استعمال فيه المزور وليس من تاريخ التزوير. يعني ممكن شخص زور وثيقة قام فيها فراغ بيت، قام فيها ببيعه مرة تانية، ضل استعماله مثلا فيها لمدة زمنية معينة، هي من تاريخ آخر فعل قام فيه، فهي يا من تاريخ انتهاء آخر فعل قام فيه بينحسب مدة العشر سنوات التقادم، أو من تاريخ هو قام برفع يده عن هذا الشيء المزور. طيب اليوم في شيء اسمه صلح بقضايا التزوير، ممكن نشوف هيك شيء؟ قضايا التزوير ما لا يصح ما لا موجود هي فيها الصلح. النتيجة إنه أنت عم تزوري أوراق رسمية، هذا التزوير رح ينجم عنه ضرر. نحن حكينا إنه ممكن هي العدول الإيجابي فقط اللي ممكن يستفاد منه الشخص من نظر محل، هي العدول عن الفعل إنه ما قام فيه ولا خطوة من خطوات التزوير، ما يعني ما شرع بفعل أي شيء نتيجة وثيقة مزورة من البداية. أما هون ما في نحن عنا حدا يستفاد بأنه يصالح شخص مع تزوير. قد اليوم هي القصص سلبية على المجتمع يعني، وخسارة كتير كبيرة. أستعرض هيك بدقائق، اليوم كلنا معرضين لأي حالة قانونية يعني نتعرض لها أو مساءلة قانونية. اليوم كيف قادرين نحمي حالنا من هدول الأشخاص اللي في عندك يعني شبكات اليوم عم يشتغلوا على هذا الموضوع؟ فاليوم من خلال خبرتك ومن خلال مجالك هيك نصائح عامة لكل حدا عم يشوفنا اليوم، كيف قدرنا نحن نحمي حالنا وفي حال اليوم في تزوير لأي حالة بحياتنا، شو هي أهم الخطوات اللي لازم نشتغل عليها؟ هلا بالبداية أهم أنا خطوات لأحمي حالي، سواء أنا بدي وقع على ورقة أو أملي ورقة، سواء كانت مع شخص عادي أو أمام موظف مختص أو أي شخص يكون. أول شغلة أنا بدي انتبه، لو أنا عم نقل شخص كلام وعم بيملي هذا الشخص إذا كان موظف هو موكل بإملاء هي الوثيقة، بأنه أنا انتبه أرجع مرة تانية أنا على الورقة، لو أكل هذا الوقت معي أنا شوية دقائق بس هي حماية لقدام. هذا الشيء أنا بدي أتأكد على الشيء اللي عم بقرأ أنا قبل ما أوقع عليه أو أملي أو أعطيه أنا التوقيع تبعي أو البصمة. الشيء الثاني أنا أني أحتفظ بأصل مصدق من هي الوثيقة اللي أنا أعطيتها للشخص عم يستعملها، بحال كان من الوثائق اللي ما ممكن أنا أني أحتفظ فيها بنسخة ممكن أخذ معي أنا شخص أو اثنين يعني أنا طبق شهود على الموضوع أنه يسمعوا أنا الكلام شو اللي حكيته، يكونوا موجودين معي على الوقائع. بحال الشخص اكتشف أنه هو وقع ضحية تزوير، وقع ضحية أي شيء معين، بيتقدم بشكوى بمعروض بسرد الواقع قدام النيابة العامة لتحريك الادعاء للتحقق من وجود التزوير وحماية نفسه. طيب ممكن الشخص يوقع ضحية تزوير ومع الوقت هو يستعمل المزور بدون ما يحس. هلا استعمال المزور هو بينتج عنه استعمال المزور مثل ما حكينا هو بيتعاقب نفس عقوبة الفاعل الأصلي المزور. بس وقت اللي أنا بدي استعمال المزور هو حسن بده يكون على سوء نية. وقت اللي أنا بدي أوقع ضحية استعمال المزور على حسن نية فأنا ما علي مساءلة نتيجة عدم توفر القصد الجرمي بالتزوير. التزوير هو من أحد أركانه الأساسية هو توفر القصد سواء بالاستعمال أو بالتزوير. طيب إذا كان التزوير من قبل كاتب العدل ممكن يكون في عقوبة شديدة على الموضوع؟ كاتب العدل أو الموظف المختص بيكون عقوبته مشددة نتيجة هو المكان اللي موجود فيه. بس نحن في عنا أنه التزوير اللي بيوقع من سواء من كاتب عدل أو موظف رسمي بدنا نحن نكتسب الجرم لحتى يتشدد بأنه يكون الفعل وقع نتيجة اكتسابه هو لهي الصفة والمدة الزمنية اللي كان فيها موظف. تمام. يعني لو شخص بيكتسب صفة الوظيفة بس قام بفعل تزوير خارج وظيفته أو بعد انتهائه من خدمته
فهون ما بيوقع انه جرم التزوير على موظف رسمي. الموظف هو ظرف مشدد له بفعل التزوير، يعني نحن حكينا انه مده العقوبه بتتراوح من 5 إلى 15، وقت اللي بيكون الفعل هذا صادر عن موظف فهو بياخذ الحد المشدد من العقوبه، الحد الاعلى. أكيد اليوم إن شاء الله هيك هدول المعلومات اللي ذكرتهم أستاذ يكونوا هيك اليوم استفدنا منه نحن، يعني كموجودين معك، وأكيد كل حدا اليوم تابعنا استفاد من هدول المعلومات، وإن شاء الله هيك دائما بنقول بالسلامة للجميع والله يبعدنا عن كل شيء أي مساءلات قانونية. بنتشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها الأستاذ محمد مهدي، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك أستاذ.